ورجعنا لكم تاني بعد فاصل. مشاهدتي عزيزات وبناتي حبيبات واخواتي الجميلات مع مصممة أزياء، لكن مصممة أزياء للأطفال من أنديل. نورانا من ورك. مرسي. بلاس كيدز كوتور. صح كده؟ اه صح. طيب ليه للأطفال؟ عشان الكبار ليهم اوريدي ناس كتير قوي ومهتمين بال يعني الازياء بتاعت الكبار، في ناس كتير قوي بتعمل، بس الاطفال قليلين قوي اللي موجودين في مصر، ومفيش حد بيهتم بالتفاصيل بتاعت الاطفال، محدش بيعملهم حاجه مخصوص. فانا قررت ان انا اعمل حاجه مختلفه للاطفال، حاجات يونيك شويه عن الحاجات الطبيعيه. يعني انت مخلفه منا؟ اه مخلفه. عندك قد ايه؟ البنت سنة وشهرين. ما شاء الله. بس بنت واحدة؟ اه. اوكي. طب انتي فكرتي في ده لما خلفتي؟ لا. لا انا اصلا كنت فاشن ديزاين، يعني انا اصلا درست فاشن ديزاين 4 سنين، وانا كنت مقررة ان انا هعمل اطفال. يعني انا من وانا صغيرة اصلا نفسي اعمل فاشن، يعني ديزايننج. يا سيدي. بس موضوع الاطفال لما تخرجت يعني. اوكي. طب احنا دلوقتي هنشوف منونة محضره لنا ايه. في حاجات محضره فظيعه. اوف يا ولد يا ولد. هاي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايوه لفي كده. قمر انت بتعملي الفساتين السواري ليهم؟ انا عملت فساتين سواري. موضوع يعني بيبتدي ان انا بعمل مود بورد وبطلع يعني حاجات فظيعه يا بنتي، فظيعه مش قادره. اهلا وسهلا. اسمك ايه؟ تان. تان؟ دان. دان. اوكي. عندك كام سنه؟ 6. يا روح قلبي يا روح. شكرا يا حبيبه قلبي. ثانك يو. وعامله تاتو كده على يا ولد. طيب اتفضلي. شكرا. شكرين جدا يا فندم. الاعمار عندنا ايه يا منى؟ من سنه لحد 10 سنين. من سنه لحد 10 سنين. بتعملي نفس الموديل ليهم كلهم ولا كل عمر بتعملي له موديل معين؟ لا هو انا بعمل حاجات، يعني مثلا انا عملت الكولكشن دي كنت مسميها اكوا كانديز، كانت مستوحاه من القواقع مع الالوان بتاعه الكانديز. وبعدين فبطلع منها كولكشن، لو حد عاجبه البيس دي لو يعني بعمل له زيها مقاس اللي هو عايزه. فانا بطلع كولكشنز يعني. اهلا 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 يا خرابي. بس الخير. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم. يلا ندور كده تشوف دوري بقى الناس بقى الموديل بتاعنا بقى الديل والحركات. انت اسمك ايه؟ رقية. رقية؟ انت عندك كام سنة؟ 6. 6 برضو؟ انت مكسوفة؟ انا بحبك. انا بحبك. يا خرابي فظيعة. شكرا يا أستاذة رقية. ثانك يو. اتفضلي. كمليني. يعني مثلا الدريس ده تطريز، انا برسم الحاجات دي على الفستان وبعدين رهاب. يبتدي يطرز خيط اللي قبليه كان متطرز خرزه، فعشان كده دي حاجات كوتيور شويه يعني. فيها أوكي. تفاصيل. طيب كلميني عن الوقت. قبل ما اكلميني عن الوقت عايزه اقول بس للستات الحلوين بيتفرجوا علينا ان الاستاذه منى محضره لنا 5 اسايم شراء، كل اسيمه ب 500 جنيه نديها لاسيمه ناخد بدل الحاجه اللي عجبان. كلميني عن وقت التصميم لكل موديل بتاع الاطفال. وقت التصميم يعني قبل ما اطلعه اصلا. يعني ممكن ياخد شهر لشهرين حسب، لان انا يعني بطل يعني اصلا المفروض في الفاشن انت في الصيف بتشتغلي للشتاء والشتاء تشتغلي للصيف. اهلا اهلا. مين اللي ماسك وحاطط لك روش كده؟ تعالي تعالي تعالي. مين اللي ماسك وحاطط لك روش؟ اهلا وسهلا. انت اسمك ايه؟ فريده. فانت عندك كام سنه يا فريده؟ 5. وايه اللي انت بقى لابسه في ايدك ده؟ غويشه. غويشه. طب تعالوا كده نشوف كده الاستاذه فريده لابسه ايه؟ ايه حلاوه دي؟ ايه حلاوه دي؟ شكرا يا استاذه فريده. ثانك يو. اي لاف يو. اي لاف يو سو ماتش. يا روح قلبي انا يا ناس. اي لاف يو سو ماتش. اتفضلي يا روح. يا خرابي. كل الديزاينز بتاعتنا للبنات حاليا. ليه؟ عشان الولاد. انا بفكر في موضوع الولاد بس لسه مش واخده قرار قوي، لان الولاد ليميتد شويه يعني موضوع محدود. انت لو زودتي شويه يعني في البنات انت هتعرفي تلعبي زي ما انت عايزه تلعبي في. بس انا عايزه اقول لك انه احنا كنا بندور على ديزاينرز او مصممين ازياء للاطفال تحديدا الاولاد. اوكي. ب
مش لاقين. ده حقيقي مش لاقين، محدش يا حرام يعمل لهم حاجه، ده حرام. ما عشان هم حاجتهم ليميتد قوي يعني. لا ازاي بابيون وقميص وعليها مثلا جيلي وبنطلون جينز على يعني مساء العسل. يا خرابي يا ناس، اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت اسمك ايه؟ مليكه. عندك كام سنه يا مليكه؟ خمسه. وبتحبي الفساتين؟ ها؟ بتحبي الفساتين ولا لا؟ بتحبي الفساتين؟ طب الالوان دي بتحبيها؟ بتحبيها. طب بصي كده بقى الكاميرا عشان ايه يجيبوا لنا كده الفستان الفظيع الرائع اللي انت لابساه ده. شكرا يا روح قلبي، اتفضلي. ثانك يو. يا حياتي انا يا ناس. باي باي باي. انا شايفه انه الفساتين اللي جت دي كلها تقريبا نفس ال ما دي كلها نفس الكولكشن. اوكي. بنعمل بقى ايه تاني؟ بنعمل بقى حاجات ريدي تو وير اللي هو يعني اللبس العادي بقى زي بتاع المحلات. اوكي. بس برضو بعمل فيه حاجه ما تبقاش موجوده عند حد تاني، ان انا بعمل انا الطباعه. يعني انا بعمل الفايل اللي هيطبع على القماش وانا اللي بطبع القماش. اوكي. عشان اهلا 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 اهلا. هاي هاي. انتي اسمك ايه؟ نورة. عندك كام سنه يا نوره؟ 6 سنين. وبتحبي الفساتين والحاجات دي؟ وحلو الفستان اللي انت لابساه ده، عاجبك؟ طب ما نبص للكاميرا كده عشان الكاميرا تجيبنا كده واحنا لابسين حاجات القمر دي. ثانك يو نوني. ثانك يو. اي لاف يو. يلا اتفضلي. خلاص. باي باي. بحبك. مي تو. فكروني بعيالي. ساتو النهار اقول لعيالي اي لاف يو. مي تو. I love you. Me too بقى. خلاص بقى زهقتينا، مش معقول. قلنا بنعمل من اعمار من سنه لعشر سنين. بالظبط. طيب الفساتين دي ما تنفعش خالص بعد 4 5 6 سنين، يعني 10 سنين ما ينفع لانها شفافه. لا بس ما هي يعني انت مش بتبيني حاجه انت في الاخر. هل يعني انا بقى لو انا ماسكه شويه وبقول لك انا عايزه الفستان ده حضرتك بس نعمل نكفر اب عادي بتعمل احنا نعمله بطانه سهل بتعمل يعني طيب بنكستمايز يعني احنا بنعمل يعني مثلا لو حد عايز يعمل حاجه بشكل هو عايزه معين احنا برضو بعملها عادي. طب منونه لو انا عارفه ان انت بتطلعي حاجات الكواليتي بتاعها حلو قوي. اوكي. وتفصيلك حلو كل حاجه بس الموديل اللي انا عايزاه لبنتي او ابني. أوكي. مش عندك. تمام. هل في امكانيه ان انا برفع ايدي سماعه التليفون بقول لك انا عايزاكي تعملي لي لبنتي 6 سنين جوب سودا كذا عليها كذا؟ هو يعني انا ما بحبش اكوبي، يعني مثلا لو هي في حاجه معينه عايزه تعملها ممكن تديني زي الفكر اللي هي عايزاه وانا اطلع لها ديزاينز تختار منه منهم، بس في الاخر لازم اعمل حاجه تكون من عندي. حتى لو هي عايزه دريس ابيض ساده ما فيهوش اي حاجه هعمله لها، بس هحط حاجه تبقى بتاعتي انا. عشان أوكي. انا ديزاينر، انا مش خياطه يعني في الاخر ممكن تروح لحد تقول له اعمل لي كده فهيعمله لها، لكن لازم يبقى احنا عندنا كل حاجه تبقى بتدل ان احنا عملنا. طب بنعمل بقى غير الـ الحاجات اللي هي ريدي تو وير اللي هي اللبس العادي والفساتين دي بنعمل بقى اللي هو الحاجات بتاعه الهالوين وال اللبس الغريب بقى ده اللي هو بتاع سندريلا وسنو وايت و بصي هو انا ما عملتهمش لسه، بس لو حد عايز يعمل كده يعني مثلا حد جاي لي وعايز كاستم لبارتي وبتاع لا اعمله عادي سهله يعني. طيب يلا ندخل التليفونات للاستاذه منى لو سمحتوا علشان ناخد اسايم الشراء بتوعنا. الالوان اللي احنا قبل ما ناخد التليفونات، الالوان اللي احنا بنستعملها ايه يا منونه؟ حسب الترند يعني. يعني شايفاكي عامله بيتي وعامله باج وعامله حاجات على برنت وعامله ابيض كتير. الابيض الكتير اللي ورا ده كانت الكولكشن الصيفي كان طالع فيها اللي هو الدانتيل والتول اللي فيه خيط ذهبي وبرده كنت عامله حاجات مطبوعه يعني كنت عامله 2 وكان الاصفر انا كنت نقيه الالوان دي للكولكشن الصيفي. طيب تعالي ناخد نانسي اول واحده. نانسي ازيك يا نونا اخبارك انت يا روحي؟ الحمد لله تمام. نانسي عندك بنت عندها قد ايه؟ 3 سنين. يا كوكي اسمها ايه؟ اسمها جانسي. اسمها ايه؟
جانسي. الله اسمه حلو قوي. طيب مبروك علينا يا نونا، احنا كسبنا قسيم من شرب 500 جنيه استاذه منى. حضرتك بتحبك جدا على فكره. مين بتحبني جدا؟ اه يا سلام دايما. طب انا كمان بحبها جدا وبوسيها لي قد الدنيا لو سمعت يا نونا. خليكي معايا عشان ياخد بقيتك في الكنترول. ادي اول هديه من الخمسه، فاضل معانا اربعه. طيب نرجع تاني سريعا للالوان. انا عايزه حاجه من الموديلات بتاعتك بس اللون بتاعت اللي انا عاوزاه مش عندك. تعملي الموديل بس بلون مختلف؟ لا. ليه بقى؟ يعني الكولكشن لا، ما هو اللبس الجاهز يعني اللي هو يعتبر ريدي تو وير ما فيهوش الرفاهيه دي. يعني انت في الاخر يعني لو رحتي مثلا اي براند تشتري بلاوز هي بتبقى الالوان الموجوده هي الموجوده، مش هيعمل لك حاجه مخصوص. ده حاجه والكاستمايزيشن حاجة يعني. اه بالظبط. ماشي يا هدى. ايوه ازيك يا هدى؟ مساء الخير. مساء الفل يا روح. الحمد لله كله تمام. شفنا الحاجات القمر اللي حصلت دلوقتي. حاجات جميله قوي. عندنا بنوته عندها قد ايه؟ هي بنت اختي عندها 6 سنين. 6 سنين. انا ما عنديش بنات. ربنا يخليها لك يا حبيبه قلبي. ربنا يخليها لك. خليكي معانا، احنا هناخد قسيمه شرب 500 جنيه من استاذه منى، نديها القسيمه ناخد الحاجه بقى اللي احنا عايزينها. نورتينا النهارده. ميرسي. ومتشكره قوي على العرض الازياء العظيم اللي حصل ده. السؤال الاخير قبل ما نختم. ازاي بتعرفي تقنعي البنات في السن ده ان هم 6 سنين ده سن برضه هم لسه مش فاهمين يمشوا كده ويقفوا ويلبسوا فساتين ومودلز وعرضات وكده؟ هو مش انا اللي اقنعتهم، هم اصلا بيحبوا كده يعني. هو في جروب كده هم بيقعدوا يتصوروا وينزلوا. يعني دول ولاد صحابك؟ لا لا لا، من على الجروب بتاع الاطفال ده. يعني ايه؟ لا فاهميني، عايزه افهم يعني ايه. في جروب مش عارفه ينفع اقول اسمه. قول. اسمه ليتل فاشينيستا. اوكي. فالاطفال دي كلها منه يعني. ليتل فاشينيستا؟ اه. يعني دول فاشينيستاز؟ بالظبط. لا. فهم بيتصوروا، الام تنزل الصوره، وبيبقى في مسابقات وحاجات كده. بالظبط. يا جماعه ده احنا عايزين نجيب الجروب ده ليتل فاشينيستا ده ونجيب كل الاطفال اللي موجودين فيه بقى ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. وانت بتنقي الاعمار؟ انا نقيت 6 سنين، بحسه السن في النص كده يعني، اللي هو ولا صغير قوي هيتعبنا ولا الكبير يعني، برضو السن اللي في النص يبقى شكله كويس يعني حلو. وهي صاحبه الجروب اللي كانت بترشح لي الناس وانا كنت بنقي منهم. طيب برافو. تعالي ناخد مين. يا استاذ محمد. استاذ رضوى ازي حضرتك؟ انا مش شايفه. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. متضايقه لان انا متصل. نعم. متضايقه ان في راجل بيتصل على البرنامج بتاعي. لا 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 بس بستغرب شويه، مش متعوده. طيب لا ولا يهمك. ربنا يخليك. حاجه عندك بنوته عندها قد ايه؟ هو مبدئيا بس كده احنا بنشجع اي حد بيشتغل في البلد دي بيعمل حاجه مفيده. تمام. الاستاذ ربنا يوفقها طبعا. ربنا يوفقها. وبرنامجك يا رب دايما على طول كده. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ. ربنا يخلي حضرتك. حاجه عندك بنوته عندها قد ايه؟ لا انا مش عندي بنوته، انا عندي ولد بس. اختي عندها بنوته عندها 3 سنين. ربنا يخليها لكم ويرزقك بالبنت، خلفت البنت قمر ويخلي لك ابنك. ايوه طبعا. ربنا يخلي حضرتك. طيب حضرتك احنا كسبنا قسيمه شرب 500 جنيه، حضرتك بس خليك معايا في الكنترول، هياخدوا رقم التليفونات حضرتك علشان تديها الاستاذه منى ناخد اللي احنا عايزينه لبنت اخت حضرتك. وكتر الف خير حضرتك على الكلام. حضرتك هو بيقول لك انه هو بيشجع جدا كل الناس اللي بتشتغل، وانت بتعملي حاجه عظيمه. شكرا. فده يعني شهاده نعتز بيها والله يا استاذ محمد. فكرتي تعملي انك وانت بتعملي فاشن شو في اي حته انك تاخدي السن اللي اكبر من 6 سنين؟ لا يعني بالنسبه لي 6 سنين مناسب يعني. ده اكتر حاجه. اه انا بحب السن. وبيضايقوكي بقى يقول لك لا انا عايزه البس الفستان ده؟ ما هو لما كانوا بيختاروا انا سبت كل واحده تختار زي ما هي عايزه. هم يعني اللي اختاروا؟ ما تهزريش. معظمهم اختار يعني، في ناس لبست عادي كانت راضيه، وفي ناس لا انا عايزه التاني. طيب ناخد سريعا بقى. ملك ملوكة. أيوة. ازيك يا ملوكة؟ عندنا بنت عندها قد ايه؟ ايوه يا رب وانا بحبك يا رب. انا كمان بحبك قوي يا حبيبه قلبي. ملوكة عندنا بنت عندها قد ايه؟ عندها 12 سنه. 12 سنه؟ 11 سنه. 11 سنه. وعيد ميلادها 10 الشهر ده. وايه؟ اه وعيد ميلادها كل سنه وهي طيبه يا روح قلبي. احنا كسبنا. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. كسبنا قسيمه شرب 500 جنيه، الف مبروك عليها. خليكي معايا عشان ياخدوا بيتك في الكنترول. فاضل واحده سريعا يا جماعه بيس ندخلها عشان احنا ما عندناش
وقت خلاص انا ما عنديش وقت. قولي ما عندناش وقت. انت نورتينا النهارده. ميرسي قوي 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 على الهدايا. ميرسي قوي على الكولكشن. ميرسي قوي على البنات والفاشن شو العظيم اللي انت عملتيهم. شكرا. بقيه الهدايا هنقلها على صفحتنا هي وبس على السوشيال ميديا. خليكم معانا وتابعونا وزينا معاكم وهي وبس.